مش عايزة أعكنن عليك، بس ممكن بليز ما تبصش ناحيتها تاني؟ تحب أنا ما عملتش أي حاجة، وبعدين أنت اللي قلت إنك عايزة تيجي هنا. عارفة، بس هي أصلا مش فارقة معايا طول ما هي مش فارقة معايا. طب وأنت شايفة إيه بقى؟ شايفة حبيبي ومش عايزة أشوف حد تاني، ولا عايزاه هو كمان يشوف حد تاني. على فكرة يا ياسمين، ولكن أنا مش عايز أشوف أي حد تاني، عارفة ليه؟ عشان أنا عيني مليانة. بجد يا يوسف؟ تحب أثبت لك؟ اثبت بس من غير ما تنزل على ركبتك، حاسة أنا بقيت أتشائم من الحركات دي. تصدقي والله العظيم عندك حق. إن إحنا تقريبا يعني بسم الله ما شاء الله الكابل الوحيد اللي لسه مع بعضه في الحوش اللي بيجوا هنا. أمال هتثبت لي إزاي؟